مجددا وفي قلب العاصمة الأوروبية يضرب الإرهاب وبقوة مخلفا 34 قتيلا وحوالي 250 جريحا. هجمات أمس الاثنين التي استهدفت مطار بروكسل وإحدى محطات المترو في المدينة تطرح أكثر من تساؤل، ويظل السؤال الأبرز: لماذا فشلت المقاربة الأمنية البلجيكية والأوروبية في الحد من خطر العمليات الإرهابية؟ وأيا تكن الإجابة، فإن هذه العمليات تترك في كل مرة ردود فعل سلبية ضد العرب والمسلمين. Trying to be really careful to give an opinion that doesn't, you know, you don't want to spread any kind of hatred or anything like that, because you know it's such a minority of people, and you know, young minds, you know, sort of, you know, you need to keep them fresh. You need to keep people open-minded and. تعاطي أجهزة المخابرات البلجيكية مع خطر الخلايا الإرهابية النائمة كان محل انتقادات واسعة داخل بلجيكا وخارجها، غير أن السلطات البلجيكية تنفي أي تقصير من طرفها في تعاملها مع هذا الخطر الداهم، وتعلن اتخاذ إجراءات أمنية جديدة فوق العادة، يقول المدعي العام البلجيكي. C'est pas une panique, mais surtout les collègues ont besoin de parler. On a continué à travailler, mais en tout cas, c'est pas une panique dans le sens généraliste, mais c'est une panique. Voilà, tout ce qui s'est passé, c'est un choc, et c'est surtout que les gens avaient peur de leur enfant qui était à l'école, etc., etc. C'était ça la panique, en fait. هذه الخلايا لا تتلقى تعليمات مباشرة من تنظيماتها، يقول خبراء الأمن البلجيكيون، وهي تتمتع باستقلالية تمنحها حرية التحرك لتحديد هدف وتوقيت عملياتها بسرية تامة. هجمات بروكسل تأتي بعد أيام فقط من إلقاء القبض على صلاح عبد السلام المتهم بالضلوع في اعتداءات باريس العام الماضي، كما أن التحقيقات الأولية تشير إلى إمكانية حدوث هجمات إرهابية نوعية جديدة في عدد من الدول الأوروبية. الهجمات الإرهابية تستهدف مجددا بروكسل عاصمة المؤسسات الأوروبية، وأصوات عديدة باتت تنادي برد الفعل، ما ينبئ بإمكانية حدوث تطورات جديدة في الحرب ضد الجماعات الإرهابية. جمال عز الدين، التلفزيون العربي، بروكسل.